قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أمس إن الشاحنات الجزائرية التي تزعم السلطات في الجزائر أنها تعرضت لهجوم من قبل المغرب كانت في الجزء الشرقي من الصحراء. وبحسب النتائج الأولية للتحقيق والذي أجرته بعثة المينورسو بالصحراء المغربية فإن الشاحنات كانت في الجزء الشرقي من الصحراء المغربية بالقرب من بير الحلو، بحسب ما صرح به المتحدث الأممي مضيفا أن البعثة رصدت شاحنتين مسجلتين في الجزائر متوقفة بجانب بعضها البعض. وأشار المصدر الأممي أيضا إلى أن بعثة المينورسو أرسلت في 3 نوفمبر دوريات أولية إلى موقع الحادث المزعوم والذي وقع في اليوم السابق. وردا على سؤال من نفس الصحفي حول أسباب تواجد هذه الشاحنات في منطقة عمليات عسكرية مع وجود مسار آخر، قال المتحدث إنه لا يعرف سبب وجود الشاحنتين في هذا المكان، مشيرا إلى أن المسألة قيد التحقيق.